اكتر مشكله بتواجه مهندس الفاير فايتنج هو صعوبه الحصول على المعلومه من الكود العالمي او الستاندرد او كود الدفاع المدني الخاص بالبلد. اولا اي مشروع تصميم انظمه مكافحه حريق بيبدا بان انا بقدر ان انا احدد نوع المبنى من الكود. تاني حاجه بتعرف على اشتراطات الدفاع المدني والنظام المناسب لمكافحه الحريق في المبنى طبقا لكود الدفاع المدني الخاص بكل بلد. بعد كده ببدأ ان انا احدد النظام المناسب للمبنى ككل ونظام الاطفاء المناسب لكل فراغ موجود في المبنى. في كورس انجو سوفت فاير فايتنج بتطبق على 4 مشاريع مختلفة متنوعة بنفسك. بتقدر ان انت تدخل تجيب المعلومة من الكود او الستاندرد بنفسك. بتقدر ان انت تعمل الحسابات المختلفة زي الحسابات الهيدروليكية باستخدام برنامج الإيليت، وبتقدر تطلع مشاريع او بتخرج مشاريع باستخدام برامج زي الاوتوكاد والريفت. بتقدر تطلع الأسس التصميمية لكل نظام وحساباته بالكامل. بنهاية الدورة بتحصل على شهادة خبرة تطبيق على 4 مشروعات اللي انت طبقت عليهم من خلال الكورس. نظام الحضور بيجمع بين مميزات الحضور التفاعلي والتعليم الأونلاين عن بعد. لمزيد من التفاصيل ادخل على www.angelsoft.com.